تبلغ بارك سيو 45 عاما، لكن ذلك لا يمنعها من أن تعيش شغفها لموسيقى البوب الكورية الكاي بوب، حتى أنها فتحت مقهى في سيول على شرف مغنيها المفضل هنري من فرقة سوبر جونيور إم. في البداية قيل عني إني مجنونة، لكن حين انطلق هنري عبر التلفزيون كل النساء وقعن في حبه، فهن يجدنه لطيفا وبريئا. بدأت ظاهرة البوب الكوري كاي بوب في التسعينيات، وكثير من المراهقات والشابات اللواتي عشن صعود هذه الموجة ما زلن يتابعن تطورها، وهن يعرفن باسم إيموز أي الخالات، مثل ليون يونغ المتابعة الشغوفة لفرقة بيج باند منذ بدايتها. هناك الكثير من الخالات هنا في الأربعينات من العمر مثلي، وهن بدأن يتابعن فرقة بيج باند قبل نحو عقد. حين أتيت للمرة الأولى كنت واحدة ولم أكن مرتاحة، ثم بدأت ألتقي بمعجبات من جيلي فتحسنت الأمور، وباتت لي على موعد ثابت مع غيرها من الخالات في حفلات الكاي بوب، ويبدو أن الاتجاه نفسه يسجل في صفوف الرجال، إذ تزداد في صفوفهم نسبة محبي الروك الكوري وهم يدعون شمسون أي الأعمام. مغنيتي المفضلة هي سيول، وهي تشبه ابنتي، ابنتي الكورية. ويبقى السؤال، هل ستنتشر ظاهرة الخالات والأعمام في الغرب كما تنتشر موسيقى البوب الكوري في السنوات الأخيرة؟